وبركاته. صباح الخير عليكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفته المصري، بس قبل ما نبتدي في الوصفه بتاعتنا النهارده ما تنسيش تحط اللايك وتكتبي لي الكومنت الحلو اللي بيسعدني. تعالوا نشوف الاول هنسلق اللحمه مع بعض. انا معايا لحمه، اللحمه على حسب الكميه اللي انت عايزاها واي نوع لحمه تجيبيه. لسلق بقى اللحمه معايا طماطمايه، جزرايه، بصلايه، ملح وفلفل، معايا حبهان ولا لورا، ومعايا مرقه لحمه اللي هي البودر، ومعايا جوز الطيب. تعالي نشوف هنسلق اللحمه ازاي. معايا كده حله على النار، لازم تكون الميه بتغلي فيها كويس جدا. بعد كده احط فيها اللحمه. بعد ما حطيت اللحمه سيبها لما تغلي، واي حاجه هتطلع على الوش هشيلها الاول. اول بقى ما الشوربه ما بتغلي بس بتبتدي تطلع في الريم ده، لازم اتخلص منه كله عشان خاطر ما يغمقش معايا الشوربه، يبقى طعمها مش حلو. لازم كل ده يتشال، ما تقلقيش من لون الشوربه، هو هيفتح لوحده اول ما تخلص من كل اللي على الوش دوت. او خلاص بقى، بعد ما شلت كل اللي على الوش دوت احط الجزرايه والطماطمايه والبصلايه، احط بقى كل البهارات والتوابل، ورق اللورا والحبهان طبعا، احط المرقه اللحمه الفوريه ديت، معلقه كده صغيره مليانه، شويه جوز الطيب بيديها طعم حلو جدا للحمه، لو عندك، مش عندك مش مشكله. طبعا شويه الملح، احط شويه فلفل صغيرين جدا عشان ما يغمقش معايا لون الشوربه، وفي الاخر بحط شويه كمان. سيبها بعد كده، بحط لها بقى كل الاضافات دي، سيبها بقى لحد ما تستوي خالص. بعد ما حطينا بقى اللحمه تتسلق على النار، تعالوا نعمل صلصه الفته وكمان نحمص العيش. معايا صلصه الفته، معايا صلصه طماطم، ثوم، خل، ملح وفلفل. للعيش بقى انا معايا عيش كده انا مقطعاه ومتحمص في الفرن، بس هحمصه تاني على النار بمعلقه سمنه بلدي او اي سمنه عندك، او معلقه زبده، بتديله طعم حلو جدا، واحط عليه فصين ثوم. تعالوا نعمل الصلصه الاول مع بعض. معايا كده حله على النار اللي عامل فيها الصلصه، احط فيها كده شويه زيت. بعد ما حطيت الزيت حط عليه بقى التوم كده قطعته صغير، لو عايزه تفرميه ممكن تفرميه، هديله بس تشويحه الاول. بعد ما التوم اخد تشويح انزل كده بشويه الخل، ياخد كده غلوه مع التوم، الخل كده شويه، شوفي بقى الروايح كده جميلة. اخد غلوة كده، احط بقى ايه صلصة الطماطم، واسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص. بعد كده اضيف لها الملح والفلفل. والصلصة كده بقى بتتسبك على النار، نحمص العيش. ايه العيش اهو، جربي بقى تحمصه العيش دي مع الثوم، حاجه تانية خالص، تخلي لك طعم الفته فعلا تحفه. ادي اهي، بعد ما حطينا العيش احط بقى عليه معلقه السمنه كده، تديله طعم فظيع. خلي ايدك كده تقليب مستمر عشان العيش ما يتحرقش. بعد كده ما شربت كله بسحبة السمنه اللي انا حطيتها، احط عليه بقى شرايح الثوم كده واقلبها. الله على الريحه بقى اللي طالعه دي جميله. تبقى الثوم بس ياخد تشويحه كده مع العيش، وحطي عليه على طول عشان الثوم ما يتحرقش مني. تكوني مطية النار، متخليش النار عالية، رشة ملح كده بقى بسيطة كده. عملنا أحلى عيش محمص، اللي فيها تشويحة كده وندفع عليه على طول.
تعالوا بقى نعمل الرز مع بعض. معايا كوبايتين رز، معلقتين كبار سمنة وزيت وملح. معايا كده حلة على النار، احط فيها معلقتين السمنة دول، لو عندك زبدة برضه هيبقى حلو. احط معاهم شوية كده صغيرين، حطيت معلقتين السمنة معاهم شوية الزيت الصغيرين عشان يفلفل لي كده الرز. بعد كده بقى انزل بالرز عليهم كده، وابتدي اشوح الرز ده شوية في السمنة اللي انا حطاها عشان يفلفل معايا. طبعا الرز مغسول كويس جدا ومتصفي. بعد بقى ما غلفت اهو الرز كله بالسمنه والزيت كده اللي احنا حطيناه كده، يطلع معاكي مفلفل وحلو جدا. يبقى حط شويه ملح صغيرين جدا، لان طبعا انا هسقيه بالشوربه، شوربه اللحمه اللي احنا عاملينها. بس الشوربه لونها حلوه جدا، تكون الشوربه طبعا سخنه قوي. بقى بالشوربة كده بتديله طعم حلو جدا للرز، هتاكلي احلى فتة. طبعا كل كوباية رز بتاخد كوباية شوربة كده بقى، واسيبه يغلي ويتشرب الشوربة دي كلها. بعد كده وطش عليه واسيبه، مفتحش عليه خالص لحد ما يستوي. تعالوا بقى نعمل الشوربة اللي هنسقي بيها الفتة. حطك عندي حله كده، حطي فيها شويه زيت، شويه زيت كده صغيرين مش كتير. بعد كده حط فيهم الثوم متقطع صغير اهو، او فرومي لو انت عايزه. حطي كده شويه ثوم حلوين، اسيبهم بقى يتشوحوا شويه مع الزيت. بعد ما اللون الثوم اهو اخد تشويحه كده، هو اللون كده اصفر معايا، حط بقى ربع كوباية الخل كده، غلوة. بعد كده احط عليه الشوربة. الله على الريحة الجميلة، ريحة فظيعة. اخد غلوة كده كده بقى ايه، حط عليه الشوربة. بحط عليه الملح والفلفل وخلاص على كده، شويه ملح صغيرين لان الشوربه اصلا متطعمه بالملح. الشوربه غليت معايا كده، وحط لها شويه فلفل. هشيلها بقى هنعملها هي، هنحمر اللحمه. حطي فيها حته سمنه صغيره دي كده، حته كده صغيره. ما عندكيش سمنه حطي زيت، بس طبعا السمنه بتدي اللحمه طعم حلو جدا. بعد ما حطيت السمنه كده، احط بقى ايه قطع اللحمه، اديها لون من الناحيه دي والناحيه دي وخلاص، تبقى طريه معاكي وحلوه جدا. بقى نقدم الفته مع بعض اللي احنا عملناها. بعد كده نحط عليه الرز. بص الرز مفلفل ازاي، الرز وطعمه تحفه جدا، الشوربه مدياله طعم جميل. حاولي بقى ايه ما تكتريش الرز قوي كده. نحط عليها الشوربه اللي احنا عاملينها بالثوم والخل، طبعا تكون مغليه. مكتريش بقى شوربه، لو انت عايزه تكتري براحتك، انا بحب العيش بيبقى ناشف كده شويه، بيبقى طعمه حلو قوي. انت عايزه العيش يبقى طري، يبقى كتري الشوربه كده، حلو جدا كفايه قوي. الفلفل الاسمر كده
بقى نحط الصلصه. دي طبق تحفه. بس بقى اخر حاجه اللحمه اللي احنا محمرينها. بس اللحمه متحمره حلو ازاي كده. عملنا النهارده مع بعض احلى فته. بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم وما كنتش دي تقيله عليكم، واشوفكم في وصفه جديده في رعايه الله.